بهيرة. مين هن بهيرة وليه بهيرة؟ ومن أين تبلشت بهيرة وشو الأهداف؟ بلشت بهيرة من 9 أشهر تقريبا. وليه بلشت؟ من إحنا وصغار نحن تربينا بالضيعة، ما تربينا بالمدينة، فما كنا نظهر على المولات وما كنا نظهر ظهرات مثل ظهرات المدينة. أغلب ظهراتنا كانت تكون على الطبيعة. وين على الطبيعة؟ على النهر، على الجبل، على الحقلة. كنا نروح مشاوير كثير، بس ما كنا نعرف هيدي المشاوير اسمها هايكينج. بعدين بعد فترة صغيرة فنحنا صرنا نظهر ظهرات برات ضيعتنا، مع عالم، مع جروبس أصدقائنا. كنا نروح هايكينج على البترون، على راشية، على بسكنتا، على بشرة. بنفس الوقت نحنا كنا نختبر بيننا وبين حالنا اكسبيرينس كثير فخمة. بس في مرة قلنا نحنا ليه ما نروح نعمل اشياء للعالم اللي حوالينا، لأصدقائنا، للمجتمع اللي حوالينا، الكوميونتي اللي نحنا فيها، لحتى يروح يشوفوا العالم، يشوفوا النيتشر، يشوفوا الجبال، يشوفوا الوجه الحلو من هالحياة. كثير عم تفلسف لا؟ اوكي. فقررنا ننقل هالاكسبيرينس اللي اختبرناها للي حوالينا، فعملنا مثل مجموعة من العالم. أول مشوار كان بشهر 9، كان أهلية بمحلية، رحنا على مناطقنا اللي كنا نروح عليها من نحن وصغار ورجعنا النوستالجيا وانبسطنا كثير. بعدين توسعنا لحتى صار يجي معنا عالم من برا، يعني عالم من غير ضياعنا ومناطقنا، عالم غير الأصدقاء، نتعرف عليهم، نعمل صحبة مع العالم اللي يجي معنا، صار نظهر مع بعض، نروح يعني عندنا نفس الاتجاهات فينا نقول، لحد ما وصلنا ل 35-40 شخص عم بيروحوا بالمشوار معنا. بهدول المشاوير كنا كلنا ايد واحدة، الهدف العام كله كان واحد، بس كل واحد بداخله كان في هدف معين. وشو مشاريعنا لقدام؟ ان شاء الله نحن مشاريعنا نبرم العالم، الا اسرائيل، لانه اسرائيل اصلا مش دولة. واول مشوار لنا برا لبنان هو على نيبال. المفترض يصير بشهر 4 حسب وضع البلد، حسب الأمور السياسية والأمور الراهنة والاقتصادية وحسب كتير أشياء، بس بالمبدأ نحن مشوارنا بشهر 4. وبعدين عنا على مصر، وعنا على النرويج نحضر الأرورا، وعنا على آيسلند، عنا على جزر الأرانب بطرابلس. شو يعني ولا بهيرة؟ أول شيء بهيرة يعني أوتسايد بلغة النيبال. نحن اخترنا لغة النيبال لأنه هي أول بلد رح نروح عليها برا لبنان. بهيرة يعني أوتسايد، outside your comfort zone, outside your place. ليش outside your comfort zone؟ لأنه نحن مشاويرنا كان يكون نهار الأحد. نهار الأحد اللي بيشتغلوا وظيفة أو بالمدرسة والجامعات كانوا يروحوا يريحوا، يناموا للساعة 11-12 الظهر، يفيقوا الساعة 12 ما يلحقوا يعملوا شيء بنهارهم. فنحن قررنا نستبدل هيدا الروتين المش حلو بروتين حلو اللي هو الهايكينج، نروح نستكشف الطبيعة، نستكشف الجبال. فالخبرية هي بدل ما الواحد يضل نايم عم يفيق من الصبح بكير لحتى يروح يبرم الجبال لاخر النهار. ونحن ما رح نوقف هون ان شاء الله، عنا مشاريع كتير كبيرة لبعيد وللقريب، بس بدها شوية وقت. ما تنسوا تعملوا فولو لبهيرة ولصفحتها الشخصية على الانستغرام، رح نكون عم ننزل بوستات بس بدنا نعمل مشاريع. يرضى عليكم زتونا هالسبسكرايب واللايك، يعني ما بتخسروا شيء، ودعمونا بهالسبسكرايب وهذا الجرس، ما تنسوا الجرس كمان، هذا اللي بضل اذكركم فيه. ويعطيكم العافية.